نوه رئيس الوزراء محمد سالم باسندو بالدور الحيوي الذي سيلعبه الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم إصلاحات السياسات، مشددا على ضرورة التنسيق والتكامل مع مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة بما يحقق الأثر التنموي المتوقع لتلك التعهدات. وأكد باسندو خلال ترأسه اليوم اجتماعا لمجلس إدارة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم إصلاحات السياسات، أكد بأن بذل حكومة الوفاق كل ما في وسعها في سبيل تعزيز الأجواء والمقومات اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع. هذا وكان الاجتماع الذي حضره المدير التنفيذي لجهاز أمت العليم السوسوة قد وافق على خطط عمل للجهاز التنفيذي للعام الجاري، كما أقر تنفيذ دراسات لتقييم الإنفاق العام والمساءلة المالية بتمويل من الجهاز والبنك الدولي.